هبدأ كمان باستعراض ردود الأفعال واستجابات فاعل الخير مع الحالات اللي بنعرضها في البرنامج. بالنسبة لحالة الطفل كريم اللي ظهر معانا في حلقة 15 إبريل الماضي وكان مصاب بتشوهات خلقية في القدمين والإيدين ومش قادر يمشي وكان محتاج يعمل عملية جراحية لتقويم القدمين، كريم الحمد لله البرنامج وفر له قيمة العملية وعمل العملية وهو دلوقتي بيعمل علاج طبيعي، وإن شاء الله نصور معاه أول ما يقدر يقوم ويمشي. أما بالنسبة للحاجة ماجدة الكفيفة الست العظيمة اللي ظهرت معانا في الحلقة اللي فاتت وكانت عايشة وحدها، ناس كتير اتصلوا بيها وزاروها وفي فاعل خير قرر لها مبلغ شهري 500 جنيه، وهي كمان كانت نفسها تحج أو تعمل عمرة، والحمد لله البرنامج هيقدم لها هي وصديقتها رحلتين عمرة يطلعوها إن شاء الله بعد موسم الحج. بالنسبة لقرية موسى مزار في الفيوم اللي عرضناها الأسبوع اللي فات، بعد عرض الحلقة محافظ الفيوم الدكتور جلال السعيد كلمني ووعد بتوصيل مياه الشرب خلال شهر نوفمبر، ووعدني بقرب حل مشاكل مياه الشرب والري من خلال إنشاء أكبر مشروعين لمياه الشرب والري في الصعيد. أما بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي قال إن موسى مزار من القرى البعيدة وعرض أن يتم إنشاء مشروع الصرف بشكل أهلي على أن يتبرع الأهالي بقطعة أرض وتشارك المحافظة مع أحد المؤسسات الخيرية بإنشاء المشروع وتنفيذه. كمان الحقيقة الشركة القابضة للمياه للشرب بعد الحلقة أرسلت سيارات مياه شرب نقية، هتستمر هذه السيارات تروح هناك لحين توصيل المياه. احنا رحنا للأهالي وسمعنا تعقيبهم على ما تم تقديمه، وأيضا سمعنا الكلام والوعود اللي قالها لي محافظ الفيوم. بعد التصوير اللي حصل الدور اللي فات يشكر سيادة المحافظ بعت لنا ناس من المرفق تاني، يعني اتعرض في الليلة التصوير تاني يوم بالظبط جات لنا ناس من المرفق اللي هو الأستاذ سامي باشمهندس سامي جه بقول باشمهندس مجدي جه وشرحنا له الوضع ودخلناه جميع البيوت. فعلا ما كانش ليه ما فيش مية، قال لي خلاص انا اوعدك ان انا اشتغل معاك مش يوم ولا اتنين ولا عشرة، طول الشهر عامة يوم بعد يوم ان المية تعم. قلت له طيب افرضنا ان المية عمت البيوت او عمت بلد واحده، البلد الثانيه تبقى ما فيهاش؟ قال لي لا، العشر كره هتبقى فيهم المياه شغاله في جميع البيوت. المحافظ وعدنا بعد ما شاف الحاله اللي سجلها صعام، وعدنا بالنسبه لميه الصرف وميه ميه الري وميه العزب اللي هي اللي هو ابوها دخلها، وبالنسبه للصرف الصحي ده وعدنا وعطى يعني اتفاق كده ان هو هينفذ الموضوع ده. وعد بميه الري ان هو خلاص هيعمل شبكه ري العزب اللي هو ميه الشرب، قال ده في اول نوفمبر اللي هو شهر 11 الجاي. شاكر جدا ان البرنامج القى الضوء على القضايا دي. فلو كنا مثلا بنتكلم على ميه الشرب، هنشوف النهارده محطه ضخمه جدا، والمحطه دي الطاقه بتاعتها 240 الف متر مكعب ميه في اليوم. المحطه دي ان شاء الله هتنتهي في اواخر اكتوبر او منتصف نوفمبر. المحطه دي بقى بيخرج منها ثلاث خطوط ميه رئيسية، خط منهم بينقل 80 ألف متر مكعب مية في اليوم لمنطقة غرب محافظة الفيوم. أيضا بعض ابتدى المواطنين الكرام تحدثوا على جودة المية الشرب، ويمكن النهاردة بقى في عندنا فرصة هتشوفوا أحدث معمل للتأكد من جودة المياه في محافظة الفيوم، وده واخد شهادة الأيزو ومتكلف حوالي 10 مليون جنيه. ده فيما يخص موضوع مية الشرب، وهي قضية طبعا هامة واحنا بنديها اهتمام كبير جدا. الجزء الثاني بعض السادة المواطنين تكلموا عن مية الري، وانا برضه عاوز اطمنهم واطمن السادة المشاهدين ان احنا بننفذ
ايضا بالفعل الان مشروع فكرته بمنتهى البساطه، ان احنا بعض من المياه الذاهبه الى بحيره قارون بنرفعها في محطه رفع عملاقه بترفع المياه لفوق حوالي 55 متر وتحولها الى مجرى مائي غربي يتجه الى غرب الفيوم ويصب في وادي الريان، وفي مساره لوادي الريان يطور الري بكميات إضافية من مية صالحة لزراعة 50,000 فدان. المشروع ده وإن شاء الله يضع على أرض الواقع خلال 9 شهور من الآن. بالنسبة بقى لقضية الصرف الصحي، احنا بننفذ دلوقتي في الفيوم تقريبا حوالي 75 مشروع في 75 قرية كبيرة في الفيوم. انا عاوز اقول ان احنا في تجربة جديدة بدأناها في الفيوم، وهي تجربة المشاركة المجتمعية في مشروعات الصرف الصحي للقرى اللي مش عاوزة تنتظر دورها في التنفيذ من قبل الدولة. فأنا بعرض هنا فكرة أنه إذا كان سادة المواطنين متحمسين لهذه الفكرة يقدروا يوفروا لنا أرض داخل حدود القرية ويختاروا جمعية أهلية يكون يعني بيديرها شباب من المتعلمين من أبناء القرية، احنا نستطيع ان نبدا معهم فورا. انا اوعدهم ان احنا الاسبوع القادم اذا ارادوا نستطيع ان نناقش هذا الموضوع ونبدا، وانا متاكد ان الجهات اللي مشتركه معنا في المشروع في التمويل لن تتاخر في انها تضم القريه دي تحديدا للمشروعات اللي احنا بننفذها بالمدخل اللي انا قلته من شويه. بالنسبة لقطعة الأرض اللي هو المحافظ بيقول عليها دي موجودة بدل الفدان 10 أفدنة 15 فدان، دي موجودة ما فيش أي مشكلة منها. السيد المحافظ لو يتكرم علينا ومشكورا يزيد لنا المية دلوقتي عشان نزرع شوية قمح لأولادنا. بس الحقيقة كمان بعد ما روحنا وشفنا القرية، والحقيقة أنا شفت الأوضاع هناك كانت في منتهى السوء. الناس دي عايشة تحت خط الفقر، مش لاقيين اللضة، وأغلبهم عنده فشل كلوي. الحقيقة البرنامج بالاشتراك مع جمعية رسالة اللي برأسها صديق العزيز المهندس شريف عبد العظيم نظمنا قافلة راحت وزعت بوتجازات وغسالات وسراير على سكان قرية موسى مزار، وكمان اتعملت قافلة طبية وتم ترميم المدرسة والمسجد وتم توزيع مواد غذائية. تعالوا نشوف القافلة بتاعت واحد من الناس وجمعية رسالة. الناس نزلت فعلا وقدمت مساعدات وجابت قافله طبيه، القريه كلها بلا استثناء مريضه، كلهم بيعانوا من اخطر الامراض، فده انجاز كبير جدا عندنا. تخصصات جابوا لنا تخصصات النهارده، كشفت على كل الناس وانا من ضمن الناس اللي داخله تكشف عظامهم، فبصراحه يشكروا عليه جزيلا يعني شكر من هنا للسماء. النهارده عندنا قافله طبيه جايه فجينا عشان نكشف هنا ان شاء الله. فرحت قوي قوي، فرحت والله، متهمين بينا قوي ويدوروا علينا ياجو في كل وقت وكل يوم يجونا كل اسبوع. احنا انا جاي متطوع من كليه الطب القصر العيني، جاي مع جمعيه رساله مع الدكاتره، هي بنساعدهم نكشف على الناس الغلابه اللي هنا ونساعدهم باي حاجه يعني نكشف عليهم مجانا يعني. عندنا عيادات النهارده بطنه وجراحه ومسالك ونسا وعظام، العيان بيخش الدكتور بيكشف وبياخد الروشتة وبيصرفهم من عندنا من الصيدلية من هنا. بالنسبة لنا في عدد الحالات هنا ما شاء الله، انتم شايفين بره طبعا الناس عاملة ازاي، ماشي الناس تقريبا فوق بعضها، فدوت ندل فانه بيدل على الناس دي كلها محتاجة. النهارده ان شاء الله في قريه موسى مزار مركز يوسف الصديق محافظه الفيوم، ان شاء الله عندنا قافله توزيع بتحتوي على انشطه كتير قوي، منها تجهيز عرايس، صيانه مدرسه، حمله توعيه وتشجير، توزيع اجهزه واساس على الاسر. احنا ان شاء الله النهارده معانا 105 متطوع هيعمل 6 اسقف، وهنساعد 31 اسره دول هيبقى فيهم توزيع عيني، هنوزع عليهم بوتاجازات وغسالات وسراير ومراتب، هنعمل 15 زياره للمسنين، هنعمل صيانه ل3 فصول في مدرسه، المدرسه دي
المركزيه كانت قديمه جدا تقريبا من ايام جمال عبد الناصر، يعني ان شاء الله هنعملها ترميم النهارده. جالي استاذ من الرساله هنا وقال لي يعني حالتكم مثلا ايه، عاوزين ايه؟ قلت له احنا عايزين ايه، حنفيه تركبوها لنا اول حاجه. قال لي طب وايت حاجه اطلبي حاجه تاني، مثلا ايت حاجه تاني اطلبيها. قلت له ماشي تجيب لي الجهاز بتاعي مثلا، يعني مطلوب عليا بس لسه ما جبتش الجهاز. وقال لي ماشي لو عايزين افتح لك مثلا دكان حاجه افتح لكم دكان برضه. قلت له خلاص ماشي، بس قال لي ان شاء الله كل حاجه كده هنعملها لكم. الحمد لله ربنا رزقنا بجماعه يعني حلوين وبخير، جابوا لنا الغساله وجابوا لنا الطلب اللي احنا عايزينه. ربنا يخليه ويطول عمره، جاب لي غساله انا كنت بغسل جلابيتي على البحر، الله يكبر خاطره ويخليه لي. نشكر الناس اللي هي جت وتعبت دي وبتعمل مصالح للبلد، واحنا والله في اتم ان البلد كلها النهارده في اتم السعاده عامه بيكم يعني.